بتعرفوا قديش في جمعيات مسمات على المسيحية وهي ليست تابعة للمسيح؟ بتعرفوا قديش في أديان هيك تظهر نفسها أديانا والمسيح ليس موجود عندها؟ وكل من ليس عنده مسيح هو تابع لذاك. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. النص الإنجيلي اليوم يتكلم عن شياطين أخرجت من أناس وطرحت بالخنازير إلى البحر، ولكن الشياطين ارتعدت وقالت لهذا الآتي الذي هو المسيح: لماذا أتيت قبل الأوان لكي تعذبنا؟ وعظتي ستتمحور على هذه الآية، ولكن قبل أن أدخل في صلب تفسيري لهذه الآية بنعمة الله، يجب أن أفصح لكم أن الخدعة الكبرى، الخديعة الكبيرة كما يقول الحكماء في كنيستي، هي أن يوهمنا الشيطان أنه غير موجود. الخديعة الكبرى هي أن توهم أنت أيها الإنسان أن الشيطان غير موجود. اوعى تفتكروا أن هذه كم واحد بيقولوها، هناك تيارات وتيارات ممن يدعون المسيحية يقولون هكذا، وبالحقيقة هناك من المسيحيين من يقول أن الشيطان اختراع تقوي، أنه اجت الكنيسة دخلت لك قصة الشيطان حتى أنت تضل هيك مشان تكون مسيطرة عليك، إذا بدك الكنيسة كمان بتخوفك من الشيطان، تجي أنت بتعترف وهيك بتلقطك الكنيسة. وهناك من صعد الفكرة إذ قال أن الشيطان هو تشخيص للشر، والشر فكرة، فأنت عم تجي تعمل هيك كيان لهالفكرة وتحطها بين الناس، وما في شيء اسمه شيطان. هناك من يقول هكذا، وإنه الموضوع هو بس فكر شرير، بس الفكر بيفكر بالشر. ولكن بحسب التعليم الكتابي وبحسب نص الإنجيل اليوم الذي سمعناه اليوم، والكتاب المقدس كما تعلمون أن أناس الله القديسين كتبوه مسوقين بالروح القدس، يعني الروح القدس كتب في العهد القديم حتى عن الشيطان قبل تجسد المسيح. ولكن ما يعجبني هو هذا الإعلان الإلهي أن يسوع المسيح في تجسده، عندما تجسد المسيح أتى وصادق على تلك الكلمة المكتوبة بالروح القدس في العهد القديم وحتى في العهد الجديد، وصادق أن الشيطان هو شخص. والعجيب الغريب أن هذا الشيطان قد تعاطى مع المسيح بذاته. هذا الشيطان اعتقد أن المسيح قد يكون فقط إنساناً، فأتى إليه مجرباً إياه. وبتتذكروا تجربة يسوع المسيح على الجبل بعد أن صام 40 يوماً و40 ليلة، أتى صراحة الشيطان وجربه متحدثاً إليه. واليوم بالنص الإنجيلي لاحظوا أنتم، عندما أتى المسيح واقترب من أولئك الذين فيهم الشياطين، شو صار مباشرة؟ الشياطين إنما استفاقت وصارت تكسر بهول الناس يلي مسكونين من الشيطان. وتكلم الشيطان قائلا: لماذا أتيت قبل الأوان لكي تعذبني؟ لماذا أتيت شو؟ قبل الأوان لتعذبني. إذا بدي أحكي عن قبل الأوان بحكي ساعتين عريق بطني مثل ما بيقولوا، ولكن لنفسر شوي قبل الأوان شو بتعني بالنسبة لنا نحن معشر المسيحيين. إذا الشيطان هو بحسب تعليمنا هو ملاك ساقط، ملاك متكبر، هو في الحرية يعيش، هو مخلوق حر هذا الملاك، ولكن في كبريائه قرر هذا الملاك في كبريائه أن يبني مملكته دون الإله، أن يبني المملكة تبعه دون الإله. وجمع إليه ملائكة آخرين أغوا أيضا بكلامه وبجماله، وبيقولوا أنه كان كتير حلو هذا الشيطان، ولكن الكبرياء كان يأكله من الداخل، فما كان عليه إلا أن قرر الانفصال عن الحضرة الإلهية. وكل هذه لألكم المهمة هلأ، وكل من ليس إله
عنده يكون اليوم وفي كل يوم تابعا لهذه المملكة الشيطانية التي تبني نفسها دون إله. أبونا شو عم تحكي أنت؟ معقول في مملكة هيك تحكي عن حالة بدون إله وسيده الشيطان؟ أوف أوف، اليوم العالم كله هيك. اليوم أنتوا هالقلة الصغيرة اللي بتأمنوا أنه مملكتكم هي مملكة المسيح، أنتوا القليلين اللي بتأمنوا أنه المسيح هو سيد هذه المملكة تبعكم. وإذا بدي أحكي بحكي كتير، ولكن لابد أن أقول أن ذاك الذي يقصي نفسه عن الحضور الإلهي يصبح في مملكة الشرير. والإيديولوجيات يلي موجودة اليوم، وين الله موجود فيها؟ هذه الأفكار الفلسفية اللي عم تجينا من هنا وهناك، ما بعرف. تعرفوا قديش في ديانات سرية اليوم بالعالم؟ حدا منكم عمل أحصى عن الديانات السرية؟ يا ريت تعملوا هيك جوجل، كتير شاطرين أنتم بتجوجلوها بسهولة، تك تك شوفوا قديش في ديانات سرية. بتعرف شو ديانات سرية؟ يعني شيطانية إلى حد كبير. بتعرفوا قديش في جمعيات مسمات على المسيحية وهي ليست تابعة للمسيح؟ بتعرفوا قديش في أديان هيك تظهر نفسها أديانا والمسيح ليس موجود عندها؟ وكل من ليس عنده مسيح هو تابع لذاك يلي نحن نسميه لوسيفوروس يلي هو الشيطان. بتعرفوا قديش في نزاعات فكرية اليوم إنما تأتي وخاصة على شبابنا؟ يا دلي، والله يساعد هالشباب، والله يساعد أجيالهم بكرة بالمستقبل. مسكين بإيدهم آلة في أحسن الأحوال بتقدر توصفها إنها شيطان. في أحسن الأحوال شو شيطاني يحرق بيها الآلة؟ شو بتعمل نزاعات وعبادات شيطانية وحركات سرية وحركات تدافع عن الحريات تبع الإنسان باسم الإنسانية وهي شيطانية. بتعرفوا قديش في اضطهادات؟ قديش في اغتصابات؟ بتعرفوا قديش في تجويع؟ بتعرفوا اليوم انه في اله متحكم هيك بشكل واضح في اعناق الناس بشكل غير طبيعي، وهذا يقصي نفسه عن حضور الله، يقصي نفسه عن حضور الله يلي هي فلسفة القوة مثلا. اليوم سامعين بفلسفة القوة ولا مش سامعين فيها؟ سامعين انه في دول هيك بتستقوي على الناس، هيك بتستعبد الناس. تعرفوا أنتوا أنه في أنظمة اليوم اقتصادية مالية عم تتحكم برقابنا نحن وقاعدين بالكنيسة هلأ، تتحكم فينا بأنظمة شريرة مالية تستطيع أن تخضعك أنت المسيح المؤمن، تستطيع أن تهاجمك لدرجة أنك أنت بتصير تحس حالك أنك شو فيك تعمل؟ أنت لا تستطيع أن تفعل شيء يا إنسان دون إلهك. ما حدا منكم يفكر أنه هو بده يحطم الشيطان، ما حدا منكم يفتكر أنه أنا بواجهه بكسره. مينك أنت؟ أنت بقوته لهذا الشرير؟ أنت عليك أن تستقوي بإلهك. ودايما بقولها، إذا كنت ماشي أنا وابني مثلا هيك صغير سبقني ابني هيك شو بعرفني 20 متر مثلا، إذا هاجم وحش ابني شو بيعمل؟ بيهاجم الوحش ولا بيرتكن إلي؟ بيرجع إلي، بيرجع باب دخلك. وهكذا أنت إن أتتك هجمات الشرير اوعى تفتكر حالك أنك أنت تستطيع لوحدك أنك تجي تهاجم إطلاقا. أن تعد إلى أحضان أبيك، إلى إلهك الذي يا أبونا بعدت عن العظة، لا، الذي قبل الأوان أتى لكي يعذب الشيطان. الله لم يخلق الإنسان لكي يكون الإنسان مقهورا من الشيطان، الله خلق الإنسان لكي يكون غالبا لهذا الشيطان به، أي بالمسيح يسوع، وليس بأحد غيره الشفاء. أكيد بتعرفوا أنه أنا ما عم بحكي طلاسم، أكيد بتعرفوا أنه التجسد الإلهي عندما تجسد الإله وصار بيننا بين الناس، تتذكروا أن أعماله لهذا الإنسان الإله يسوع المسيح كانت أعمالا إلهية. وبتتذكروا أنه يسوع المسيح وقت إجى على الأرض شو أسس؟ أسس الكنيسة يلي أنتم فيها، ما أسس حجار إنما أسس كنيسة التي هي جسد لأله وحده، جسد المسيح. نحن أغصان هذه الكرمة الذي هي المسيح. والأعظم من هيك أنه أنعم عليكم أنتم المستقيمي الرأي الأرثوذكس، بقصد الأرثوذكس مش الطائفة، المستقيمي الرأي، أنعم عليكم بأسراره، بأسرار الكنيسة العظيمة، يا الأسرار التي فيها حضور للروح القدس. ومجرد حضور الروح القدس في أسراركم الذي أنتم تمارسونها
أي أنكم أنتم بالروح القدس تتفاعلون مع قيمة الأسرار التي سلمت إليكم بالتسليم يلي نحن توارثناه جيلا على جيل وما غيرناه، وهذا تاج على راسنا مثل ما بيقولوا دقة قديمة، هذا بالنسبة لي أنا افتخار لا بجد، هذا نشان بتعلق على الراس أنك أنت بعدك ما تسلمته بالتسليم الشفهي، أنك حافظت على الوديعة، حافظت على شو؟ على هذه الأسرار الكنسية التي تقيمها أنت، وفي كل سر من أسرار الكنيسة أنت تتقدس، وبتقديسك تعلن أن ليس لك إله إلا وأنه هو سيد مملكتك وأنه هو سيد حياتك، وهكذا تكون أنت محصنا بالمسيح يسوع. أي شيطان بيسترجي قرب بقى؟ وبهكذا عندما يكون المسيح فيك متغلغلا تشكل حينها أنت شخصيا، أيها الإنسان اللي عم تسمعني هلأ، تشكل شخصيا وقبل الدينونة الأخيرة للشيطان انكسارا لمملكة الشيطان، لأنك أنت محصن بالمسيح، والمسيح يسوع هو الذي يطأطئ تحت أرجلك، بتقول الكتب المقدسة والصلوات، يطأطئ تحت أقدامك هذا القوي الذي هو ليس بقوي إنما هو الضعف بأقل التعريف أمام إلهك العظيم. البشارة الإنجيلية التي أنتم فيها عيش القداسة والتسليم، عيش الأسرار المقدسة، هو سحق لرأس الأفعى هذا الشيطان وقبل اليوم الأخير. تستطيعون اليوم أنتم وأنا بنعمة الله أن نقهره. الحقيقة نحن نكرنا المسيح وعملنا الشيطان سيد على حياتنا، تواطأنا معه على المسيح، أسلمناه أذهاننا، وكل إنسان بيعمل الخطيئة اليوم هو متحالف مع الشيطان على المسيح. اتعظوا وعوا، لأن الشيطان كأسد زائر يتربص فريسته لحتى يأكلها. نحن في الختام أقوى بكثير بقوة من يقوينا. آمين.